السلام عليكم ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا اليوم عندنا وصفه ديال لي بات او المقرونيه بالصلصه البيضاء، وصفه رائعه جدا. نديروها كوجبه غداء او وجبه عشاء سهله في التحضير، مقادير جد اقتصاديه وبسيطه. طبيعه الحال غندير معكم طبيعه الحال بطريقتي، كتجي جد رائعه وبنينه، وغادي نبنوها بحوايج موجودين معنا في البيت على بركه الله. نمروا لتحضير الوصفه. غنحتاجو اول حاجه عندنا كميه من البصل، بصله واحده كبيره، وبكيه ديال 250 غرام ديال الشامبينيون قطعتهم بهذه الطريقه، 400 غرام ديال الكفته، وغنحتاجو جوج ديال هاد البكيات ديال الكريمه ديال الطاو، يعني تقريبا 400 ملي ديال الكريمه ديال الطاو، والمقرونيه حسب الرغبه. طبيعه الحال غنستعمل هذاك النوع اللي وريتكم ديال المقرونيه، اللي غنستعمل تقريبا في 400 غرام ديال المقرونيه حسب الرغبه. اول حاجه كيف ما كتشوفوا خديت المقله هنايا سخنتها مزيان، دابا ضفت فيها البصله والشامبينيون باش نشحرهم، شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، وغنخليهم يتشحروا على عافيه مجهده طبيعه الحال وانا كنحرك فيهم. وطبيعه الحال بالنسبه للجميله راه دايراها باش كتسخن باش نسلق فيها المقارونية ديالتي او لي بات ديالي. نحاول ضروري من بعد ما كنبغيو نشحروا هاد البصله لي شامبينيون ضروري ما نبقاو نحركو فيهم على عافيه مجهده باش يطلقوا ليا الماء، ومن هاد حنا كنقبلوهم طبيعه الحال وكنحركو فيهم باش ما يتحرقوش من الجناب. من بعد ما طاب الماء طبيعه الحال غندير المقرونيه ديالتي، وغنضيف لها شويه الملح والزيت باش نسموها باش ما تفضليش طبيعه الحال. واكيد المقرونيه راه كتشوفوا المقادير والمعايير ديال الطاو كتكون فوق الساشيه، تبعوا المعايير اللي كتكون في الساشيه وكرتونه اللي كتشرو فيها المقرونيه ديالكم، يعني كانت 5 دقائق طيبه، 5 دقائق كانت 10 اكيد 10. صافي غنطيبها على حسب المده اللي عندي في الكرتونه، قال لك 5 دقائق طفي عليها وتغسلها بالماء بارد باش ما كتعجنش، داكشي اللي غندير طبيعه الحال. ونرجعوا دابا للمقله ديالتنا بعد ما تشحرت لي البصله والشامبينيون على عافيه ديما مجهده. دابا غادي نضيف الكفته ديالتي ونحاول ان نسمها بشويه ديال السكينجبير، وغندير راس معلقه ديال حبه الهيل. انا استعملت فقط البهارات اللي ما كتعطيش اللون الاصفر، شويه ديال الزعتر تقريبا هاد الكميشه ديال الزعتر، معلقه ديال السكينجبير كبيره، راس معلقه ديال الهيل والزعتر، وورقه ديال سيدنا موسى. ونحاول نفتت هاد الكفته ديالتي بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا وعلى عافيه مجهده. علاش؟ باش ما تلقناش الماء ديالها، وحنا ما بغيناش الكفته تنشف، لان الكفته الا نشفات كتبقى المذاق ديالها كيجي بحال مقطنه. ديما على عافيه مجهده انا كنطيب الكفته ديالتي، ونحاول نفرتتها بهاد الطريقه، ومنها كطيب الكفته ومنها كطيب البصله وكطيب لي شامبينيون بهاد الطريقه. كيف ما قلت لكم انا البهارات اللي استعملت كلهم بهارات البيضاء، يعني ما استعملتش لا الخرقوم لا التحميره لا والو، لان بغيت هاد لاصوص تجيني صوص بلونش وصلصه بيضاء وكتنسين، يعني حاجه ضروريه غنضيف حتى ديال المعالق كبارين، يعني كميه كبيره ديال فلفل الصوجه باش كتبن ليا الكفته ديالتي، وكيجوني هاد لي فات بنانين، يعني عوض التنور او داك المرق ديال البنه عوضو هاد لاصوص ديال الصوجه اللي كتبنن الصراحه الكفته، كتعطيها لون زويون وكتجي رائعه صراحه. انا نتزول الشيس اللي كنبن به لي فات ديالي وجربوا طبيعه الاكيد غادي يعجبكم. ما هو اسيري كثيرا ما هو ايطالي. المهم كيما كتشوفو الكتب ديال الكريمة راه مجهدة، كنحاول نحرك فيها وكنحاول نحركها، هي كيما كتشوفو الكتب ديال وكذلك الشامبينيون أو الفلفل، وكتبة راها ما مشاتش معايا لأننا فقدت الما، نحاول نحركها بهاد الطريقة. وإلا بان لكم بأن خاصة الزيت يمكن لكم تضيفو الزيت، أنا مدرتش الزيت صراحة، كتفيت داكشي درت في الأول. اخر مرحله لما طبيعه الحال مجهده، غادي نضيف دابا الكريمه ديالتي تقريبا 400 ملي ديال الكريمه السائله، باش كيجوني لي بات هكا شاربين الكريمه وكيجوني رطبين نفسيين طبيعه الحال، ما تجينيش لاصوص او هاد العجينه او الصلصه تجيني هكا ناشفه. نديرو كميه وفيره، جوج ديال ساشيات او كريطينات ديال الكريمه ديال الطهويه اللي استعملت هنايا. صافي نحاول نحركهم، ان فوا نحس بان بدات كتغلي معايا هاد الكريمه نطفي عليها، ما تبقاوش تحركوا بزاف وطيبوا، لانكم الا كثرتوا الطياب الكريمه كتقطع كيولي مذاقها زبده، ما كيجيش بالمره بنينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا نحاول غير نخليها تغلي غليه خفيفه تقريبا ما كاملهاش جوج دقائق، وطفيت عليها كيف ما كتشوفوا. انا كنوريكم بالتفاصيل الطريقه ديال الطهو كيف ما كتشوفوا، لان الخضر ديجا طابت الكفته طيبه، فقط غير كنصهدوا هذيك الكريمه ديالتنا باش كتشرب لينا باش كينسجموا المقادير وكيتشربوا مع بعضياتهم كيجيو بنانين. صافي وطفيت عليها مباشره. وبالنسبه للمقارونه يعني صفيتها وشللتها بالماء بارد،
باش ما تعجنش معايا. كيف ما كتشوفوا هي مفروقه، الحبه حدا اختها ما مجموعاش. هانتوما كيف ما كتشوفوا مفروقه. يمكن لكم هنا تضيفوا شويه ديال زيت الزيتون باش تنسموها، باقي الا ما بغيتوش تكتفيو فقط انكم تضيفوا هذيك لاصوص كيف ما كتشوفوا. دابا انا كنضيف لاصوص وكنحاول ندخلها وسط المقرونيه بالمقرونيه اختها بهذه الطريقه. صافي غديرها بهذه الطريقه، راه كتهبط ديك لاصوص لانها جاريه سائله، غتهبط وغادي تشربها طبيعه الحال المقرونيه. غنخليها واحد المده عاد ندخلها للفران طبيعه الحال، حتى كنحس بان المقرونيه خدات من ديك لاصوص وتشربات ودخلات بين الجنبات هكا كيف ما كتشوفوا. دابا كنحاول نوسع الكريمه باش تنزل ليا لتحت القعر ديال البلاطو اللي يدخل لي الفرن. ودابا غتجي اخر حاجه هي طبيعه الحال اختياري، كيف ما كتشوفوا انا ما درتش لاصوص بيشاميل باش ما تجينيش كريمه وصوص بيشاميل، غادي تجيكم هاد اللي بطيجيكم تقالين. فقط درت انايا هنا دي لاصوص ديك عفوا هذاك الفرماج ديال الموتزاريلا اللي كيدوب، الفرماج خاص بالبيتزا هو اللي كيعطينا ديك الجره، كتجي كيجي داكشي كريمي وخفيف. كيف ما كتشوفوا هاد لي بات ديالي ما كيقهموش بالمره، الكريمه راها خفيفه اللي استعملنا، ما درتش لاصوص بيشاميل. وكذلك هاد الفرماج راه تيكون خفيف، يعني ما غاديش تحسوا بالدعقه وانا الكريمه او هاد لي بات قالين. هذا هو الشكل النهائي ديالنا من بعد ما غاتينينا هذاك الفرماج، وانا قدامكم مباشره هو سخون، نحاول نقطعو قدامكم مباشره باش تشوفوا لي بات كيفاش جاو. جامني درهم طبيعه الحال زوين، راه الكاميرا ما كتعطيش الحاجه الحق ديالها كيف ما خاص يكون، وجا منظرها بنين مزوين ومذاقها صراحه بنين وخفيفه كيف ما كتشوفوا اللي خيره، يعني ما ثقيلاش، ما غاديش تكهمكم فيها حتى حاجه، حتى شي ماده دهنيه لانكم تحسوا بانها غادي تبرزتكم او تضركم في معدتكم. قدروا كيف ما قلت لكم تتعشاو بها او تغداو بها. وصفه صراحه جد 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 رائعه، نقول لكم بصحتكم وراحتكم، اعتمدوها راه كتوجد في دقائق معدوده. غادي نقول لكم بصحتكم وراحتكم الى فيديو قادم، تهلاو لي فراسكم والسلام عليكم.